بسم الله الرحمن الرحيم معكم أشرف عبد الرحمن أستاذ مساعد النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون يسعدني أن أشارك في المؤتمر العلمي الدولي السادس للفنون الإفريقية تحت عنوان الفنون المصرية وتأصيل الهوية والانتماء الوطني البحث الذي أقدمه هو بعنوان دور الموسيقى المصرية في ترسيخ الهوية العربية ومن خلال هذا البحث هتناول دور فن الموسيقى وكيف الصله للهويه والانتماء الوطني على مستوى الامه العربيه. طبعا معروف ان بترتكز الهويه العربيه على عده مكونات اساسيه. منها اول حاجه طبعا اللغه وهي اللغه العربيه الاساس. ثم ثاني حاجه الجنس العربي وثالث حاجه التاريخ ورابع حاجه طبعا وشيء مهم جدا الثقافه. والدين والاغاني والجميع الاغاني بتحمل معظم هذه المكونات خاصه الهويه العربيه من حيث اللغه وحيث الثقافه في القرن ال عشر ما كانش هناك موسيقى آه عربيه تقدر ان هي تعبر عن كيان الوطن العربي وتحدد هويته طبعا كان تاثير الغناء في تاصيل الهويه بيعد انا مقسمه كبحث يعني كبحث علمي من خلال عده روافد منها دور الغناء في الاذاعات العربيه وتوحيد الوطن العربي ده اول حاجه. ثاني حاجه السلام الوطني للدول العربيه او النشيد الوطني. ثالث حاجه الاغنيه الوطنيه ودورها وقت الحروب والازمات طوال القرن العشرين. رابع حاجه سيد درويش وام كلثوم ودورهم في ترسيخ الهويه العربيه من خلال اعمال غنائيه قدموها على مدار سنوات طويله. طبعا دور الغناء في الاذاعات ناخد اول عنصر وهو الاذاعات العربيه، ازاي وحدت الوطن العربي؟ انه منذ ان ظهرت الاذاعات في النصف الاول من القرن العشرين وكانت هي الوسيله الاعلاميه الاكثر انتشارا على مستوى الوطن العربي، كما انها كانت اهم الحاجات اللي بتقدمها الاذاعات عبر اثرها كانت الاغنيه والموسيقى وكانت الاعمال الغنائيه اللي بتقدم في تلك الاذاعات كانت بتلعب دور كبير جدا ودور مؤثر في توحيد مشاعر وثقافة الوطن العربي والوطنية كان لها دور كبير جدا طوال يعني وقت الحروب والأزمات وخلال حتى الثورات فمثلا سنة 1958 يعني مصر قدمت من خلال يعني تدعيما لهذه الثورة كان الرئيس الزعيم جمال عبد الناصر امر بامر منه لام كلثوم ورد الصنباط ان هم يعملوا اغنيه اسمها بغداد يا قلعه الاسود اهداء لشعب العراق وتقدمت من خلال اذاعه صوت العرب وقت الحرب حتى مع اسرائيل في 73 مصر كانت هي طبعا الحرب ما بين مصر واسرائيل ولكن كانت جميع الاغاني التي كانت تقدم كانت بتقدم باسم الوطن العربي يعني عبد الحليم طلع قال عاش اللي قال للرجال عبد القناه عاش العرب اللي في ليله اصبحوا ملايين تحارب ما قالش عاش المصريين اللي في ليله اصبحوا ملايين تحارب فكانت الاغنيه بتخاطب مشاعر الوطن العربي باعتبار ان هي قضيه عربيه وليست قضيه مصريه فقط الاذاعه كان لها دور كبير جدا فانها كانت بتبث اغاني خاصه بالوطن العربي وعبر اثير هذه الاذاعه ان بدا صوت العرب يرى النور على الهواء مرددا عبر اثيرها هنا صوت العروبه بالامها وامالها. ناتي الى النشيد الوطني او السلام الوطني والجمهوري للدول العربيه. طبعا من النقاط المهمه جدا ان السلام الوطني الخاص باي دوله عربيه بيعد هو الرمز وبيمثل قدسيه خاصه لكل دوله. لاحظنا ان في الوطن العربي نجد ان فنانين كثيرين قدموا السلام الوطني ولحنوا السلام الوطني والفوه من دول عربية أخرى ليست من ليست موطن مولدهم يعني مثلا كان أغنية والله زمان يا سلاحي أصبح هو النشيد الوطني لدولة العراق وأصبح أيضا النشيد الوطني لمصر في فترة من سنة 1960 لحد 1979 طبعا النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية كان من تلحين الموسيقار المصري سعد عبد الوهاب ونجد ان الجزائر نشيد قسما سنه 1963 من تلحين محمد فوزي يعني كلهم مصريين ولحنوا النشيد الوطني لباقي الدول العربيه وده اكبر دليل على مدى ترابط الـ 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 يعني ان الموسيقى تربط الوطن العربي بعضه ببعض. ناتي للنقطة مهمة جدا وهي دور سيد درويش وام كلثوم في ترسيخ الهوية العربية. سيد درويش ادخل التعبيرية على الموسيقى المصرية وانتقلت بدورها إلى جميع الوطن العربي ليضع بذلك للموسيقى العربية هوية خاصة بها تميزها عن الموسيقى التركية والموسيقى الأندلسية وبقية الموسيقى الشرقية الأخرى. أم كلثوم لعبت دور كبير جدا في توحيد الوطن العربي والحفاظ على القصيدة الغنائية العربية باللغه العربيه الفصحى لدرجه ان غنت لحوالي 44 شاعر غنائي يعني ام كلثوم غنت ل 44 شاعر غنائي منهم طبعا شعراء من الشعراء الشعر القديم زي او الشعراء القدامى زي الشريف الرضي والعباس بن الاحنف وصفي الدين الحلي ويعني عملت يعني جابت من الشعر القديم وقدمته للوطن العربي وبذلك أعادت أم كلثوم كل هؤلاء الشعراء القدامى إلى زمن ليس بزمانهم واستطاعت أن هي توصل شعرهم إلى العامة والبسطاء والفلاحين بعيدا عن المثقفين والمتخصصين في اللغة والبلاغة والشعر ولكن من خلال أغانيها زي ما غنت مثلا لإيليا بماضي أراك عصية الدمع وشماتك الصبر أمل الهوى نهي من عليك ولا أمره كل هذه الكلمات الصعبة كان الوطن العربي بيتحسس معانيها وكان بيفهموا معانيها فلعبت دور كبير جدا في التاثير على ما يسمى بالوحده الفنيه والادبيه بين شعوب الدول العربيه وكان ده دور ام كلثوم واضح من خلال تلك القصائد وبذلك نرى ان نتائج البحث ان الموسيقى والغناء كانت اسرع الفنون انتشارا واكثرها تاثيرا في النفس البشريه وده كان له تأثير كبير جدا على مستوى الوطن العربي ان الاذاعات لعبت دور كبير جدا في توحيد مشاعر الوطن العربي من خلال عرض الكثير من اغاني لام كلثوم وغيرها من المطربين الكبار ان طبعا سيد درويش لما ادخل يعني احدث وكان صاحب الفضل ان هو عمل هويه خاصه للموسيقى العربيه وحضر الوطن العربي وام كلثوم ايضا وحدت الوطن العربي من خلال صوتها لتجتمع كل الامه العربيه حول قصائدها وحفظت ايضا على اللغه العربيه من خلال القصائد زي ما احنا قلنا وبذلك ننتهي الى نهايه البحث واشكر حضراتكم ويسعدني بهذه المشاركه في هذا المؤتمر السادس باكاديميه الفنون